شيخ عبد الله الشيخ علي جوهر شيخ البلد كقبل كاودل يا وحو وحبا كما جيران كتلما مي هذا الكسو يا ريح اللي بان برخات شام حرسي بطون كاسيو وحلبان كوكو شيقي ان الشيخ علي جوهر ادعيي عبد الرزاق خليفة احمد او ترتمي يشير قدون كقلها وكيل لدى سومالي لان الشيخ عبد الله الشيخ علي جوهر ومقال لدى بورا موربهنتا كلها اللي يا وركاسي وحو كتلما من بيد اني وحبا كترين وحانا وصوب بندقي سيدي وحدعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن هلكن وانت كذا وخرنا يا وشيء يا وحن دقيستي حلبان برخة جامع بطون أو أنو هيو يسوي يبشي سب قيمة وين أنو هيو ما ذشي عن جوجي شريعة عروس كها وح أنو كور قبين أو كشيء تاسع أنو مركي عروس كو أولعي إن حسن قليل كبدي أنو مهريي وحوقا يربان جوجي أو أي حدلين السودان دول يو بقر محمود على العرب يو شيخ محمد صاوير كدن بو واحد تاسو عن دلني نتان جوغي طوان دقيقة ضوض اما تدرو دقيقة ضوض عن دلني إنا نكيبان قعن قاضو وان كفاسح قاتو واحد لدي ما جوغي وان بحي يا إخرالي أهو باني دعالينا وان كود عيي وان بحي عنو كوركا وحن عن كداوالي وحن قوب جوغو أها أي هبا يراتي مجيدين وحن عن كمقلي برخة جامعة طوان أولي عبد الرزاق خليفة ودعيي شيخ علي جوهر با ودعيي اوليه سلا درت وحان كان قوستي هو طلبان ترتم يا والله بن لو ولا لا او اسيا اما عدي ربس ان مقلي اسكو اه لبدن نين وان مقلي او وحن كو مقلي عبد الرزاق خليف انو نين قيمله يهي وناغسن يهي وان مقلي نين وان اركاي اون اوغاهي انو يهي نين قيمله اون ودا شقيناي او ياسين خير فرطون ila shirki booda ma laga soo bilaabo ila haw intii wadanka howl laga qabanay niman isna qaadan aqoon dheeraad u labo aha taa horta labadoodaba intaas aan ku dhaafayaan nin waan maqlay wanaagiisa nin waan arkay goob joog baan u aha waxaan leeyahay muxuu aha barxad jaamac batoon mid baan leeyahay baaxada saxaafadana mid baan leeyahay barxad jaamac batoon waxaan leeyahay kulka meelaha horta adiga baaxadaadaba beeshaad ka soo jeedaba qiimo weyn baan u hayaa ninka magac tirada baan ku soo baxayna waa tahay kolkaad odayaasha culimada culimada diinka wax ka sheegayso ee masraxa siyaasadda aad ka sheegaysaan wax aan jirin inaad sheegto ma aha arinta iska ilaali adiga intaas aan ka odhanaya baaxada saxaafadana waxaan leeyahay qofku wuxuu noo goobjoog u ahayn kolka laga sheego ninka sheegaya inaad tiraahdaan baa haboon warda inaama joogine arintaas ceeb bay keenaya inaga daa inaad tiraahdaan maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho hargeysa.